السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية ودرسنا اليوم بعنوان النيل هو الكوثر. النيل هو الكوثر لأمير الشعراء أحمد شوقي. النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الأخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أنظر، البحر الفياض القدسي، الساقي الناس وما غرسوا، وهو المنوال لما لبسوا، والمنعم بالقطن الأنور، حبشي اللون كجيرته، من منبعه وبحيرته، صبغ الشطين بسمرته لونا كالمسك وكالعنبر. الشرح: نهر النيل يفيض علينا بمائه العذب كأنه نهر الكوثر، وعلى ضفافه حدائق خضراء ذات أشجار وأزهار، ويبدو وجه النيل بديعا وهو ممتلئا بالماء، ويزداد رونقا وجمالا. نهر النيل، نهر النيل نهر طاهر مبارك يفيض علينا بمائه، فيسقي الناس ويروي زرعهم وما غرسوا من أشجار، وهو الذي أنعم على أهل مصر بزراعة القطن، ومنه تصنع الملابس القطنية الناصعة البياض. وينبع نهر النيل من بحيرة تانا بالهضبة الأثيوبية، ويأتي محملا بالطمي الأسمر الذي يشبه لون بشرة جيرانه من أهل الحبشة. وبريشة الفنان صبغ طمي النيل شطئيه باللون الأسمر الذي يشبه لون المسك والعنبر، وزاد الأرض خصوبة ونماء. تعال معي نتعرف على جمال التعابير في النص. النيل العذب هو الكوثر، وهنا تعبير شبه ماء النيل بماء نهر الكوثر، ونهر الكوثر هو نهر في الجنة. حبشي اللون كجيرته يشبه الشاعر لون طمي النيل بلون بشرة أهل الحبشة السمراء. صبغ الشطين بسمرته، تخيل الشاعر النيل رساما يصبغ الشطين بالطمي الأسمر لونا كالمسك وكالعنبر، شبه لون طمي النيل بنول المسك والعنبر. تدريبات: ما الصورة التي رسمها الشاعر لنهر النيل؟ الصورة هي تشبيه نهر النيل بماء نهر الكوثر الذي يوجد في الجنة، وهذا الماء كان سببا في الزراعة وفي ظهور الأشجار والحدائق الجميلة. 2- متى يبدو نهر النيل بديعا؟ عندما تسقط عليه أشعة الشمس الذهبية. 3- ما فائدة نهر النيل لمصر؟ نهر النيل له فوائد عديدة، فتشرب منه الماء، ونروي الزرع، ونسقي الحيوان. 3- ماذا يحدث لو لم يمر النيل في مصر؟ لأصبحت مصر أرض صحراء جرداء، لا زرع فيها ولا ماء ولا حياة. وأخيرا سؤال يجيب عنه الطالب: بما سبق نهر النيل شطئيه. وبكذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.